كيمو الدين غاب الاسد طلعوا القرود شدوا الفتيل ضربوا البارود حتى الضباع قلبوا مسبا ركبوا المعيز ظهر الفوت رجع الاسد تاني لغبته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم ابطال عاملين؟ يا رب تكونوا بخير دايما. ورجعنا لكم تاني بترند جديد، طبعا متأخرناش عليكم، كل يوم فيديو جديد. ويلا ترند النهاردة بتاع حمو الطيخة، غاب الاسد طلعوا القرود. ويلا عايز تعرف الشرح بطريقة سهلة وبسيطة كمل مع الفيديو للاخر. بس قبل ما نبدأ اي حاجة ما تنساش تنزل تحت في الكومنتات صلى على النبي. ويلا بينا نخش في الشرح على طول. اول حاجة نفتح مع بعض برنامج اسمه الانستجرام، ده اللي احنا هنكتب من عليه الصور وكده. هنستنى البرنامج يحمل زي كده، وبعد كده نختار صورة من القصص وهنبدأ نكتب الكلام بتاع الفيديو. اما حاجة تكتبه معايا الكلام مظبوط، غاب الاسد ندوس تم وبس كده. هنظبط الصورة زي كده، هنظبط الكلام كده مع الصورة وندوس حفظ للصورة، وهنكرر نفس الكلام كده مع باقي كلام الأغنية. أهم حاجة تظبطه مع بعض الكلام، وكل كلمة تكتبها تعمل سيف للصورة. أنا عملت الفيديو ده في صورة واحدة بس، انتوا ممكن تعملوه في كذا صورة عادي، نفس الخطوات ونفس كل حاجة. لو عايزين تعرفوا ثواني الفيديو على طول ابعتولي على الانستجرام، هبعتلكوا الثواني على طول. لو في اي حاجة عايزينها ابعتوله على جروب التليجرام تحت في الوصف. يلا كل صورة تكتبوها تعملوا سيف ليها، كل حاجة نكتبها نعمل سيف ليها عشان الفيديو يتظبط معانا. انا ماشي معاك خطوة بخطوة. بص ومش مسرع الفيديو خالص، عشان في ناس بتبعتلي تقولي انت بتسرع الشرح وكده. لو في اي حاجه واقفه معاكوا يا تبعتولي على انستجرام، تكتبولي تحت في الكومنتات. ويلا كمل بقى الفيديو وارجع لكم تاني. وبعد ما كتبنا كده اخر كلمة هندوس سيف ليها. يلا نكتب كده اخر كلمة اهي تاني لغبته، وهنظبط الكلمة زي كده وهندوس حفظ للصورة. بعد ما ندوس حفظ للصورة كده هنخش على برنامج اللي هو اسمه كاب كات، انتوا شايفينه قدامكم ده. اول ما نفتحه زي كده يظهر لنا بالواجهه دي. نستنى حمل معانا كده، اول ما يظهر لنا كده نختار نيو بروجكت اللي هي الزرقاء دي، ونبدا نختار الصور كلها. كل الصور اللي احنا كتبنا عليها نختارها، بعد كده ندوس اد ونستنى الصور تحمل معانا زي كده. بعد ما الصور تحمل معانا زي كده هنفضل ايه نشوف اي حاجه ناقصه زي كده. مفيش، بتشيل اللوجو بتاع كاب كات اللي في الاخر. تمام لحد كده تمام. بعد كده نضيف اغنية، ندوس على اد اوديو، وهنضيف الصوت من اي فيديو احنا عايزين. انا هسيب لكم رابط الفيديو تحت في الوصف.
هنكتم الصوت كده، نظبط الصوت بس، هنبدأ نسمع حتة حتة ونظبط معاه، وهنضيف صورة كده في أول الفيديو، صورة احنا مش كاتبين عليها خالص وبس كده. هاي الصور، لو عايزين الثواني على طول ابعتولي على الانستجرام، هبعتلكوا الثواني على طول. بس هنبدأ نسمع حتة حتة ونظبط الثواني بتاعت كل صورة مع الفيديو، زي ما انتوا شايفين كده امشوا معايا خطوة بخطوة عشان الفيديو يتظبط معاكم، وهظبط بقى ثواني الصور وارجع لكم تاني على طول. يلا بينا. وبعد كده ما هنظبط اخر صورتين، اخر صورة كده نسمع الصوت ماشي فيها ازاي، بس كده نمسح بقى زيادة الصوت كلها، نجيب اخر الصوت زي كده ونشد بقى كده لغاية ورا. بعد ما نشد الصوت لغاية ورا زي كده، هنبدأ ان احنا ايه نشوف اي حاجة عايز تعدل، مفيش هندوس على اي صورة عادي، وهنختار كلمة اسمها انيميشن، هنحط الافكتات. بصوا هعيدها لكم تاني، هندوس كومبو وهنختار الافكتات اللي احنا عايزينها في كل الصور. دي الافكتات او الفلاتر اللي انتقالات بين كل صورة وصورة، تمام. دي الانتقالات اللي انا مختارها، واخلص بقى الانتقالات وارجع لكم تاني. بعد ما خلصنا كده اخر صورة، هنبدأ ان احنا في نقطة اللي هو الفاصل بين كل صورة وصورة، هندوس عليه ونختار فيد بلاك اللي هو اهي كل واحدة. بعد ما نختارها هندوس على كل، انا هرجع كده هندوس على كل وهندوس علامة الصح، كده بقت في كل الصور وبس كده. نشوف اي حاجة عايز تعدل في الفيديو هنتفرج عليه كده سريعا، في اي حاجة عايز تعدل هنعدلها، مفيش اي حاجة عايزة تعدل هنحفظ الفيديو على طول. هنستنى كده الفيديو نشوف في اي حاجة. زي ما انت شايفين كده الفيديو اتظبط معانا، هندوس على كلمة حفظ اللي فوق وهنستنى الفيديو يحمل معانا. وبس كده يا ابطال، وصلت لحد هنا، متنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ويلا، عايزين اي شروحات تانية اكتبولي تحت في الكومنتات، او ابعتولي على الانستجرام اللينك تحت في الوصف، او جروب التليجرام برضو اللينك تحت في الوصف، وهسيب لكم لينك الفيديو تحت برضو في الوصف. ودي هتكون نتيجة فيديو النهاردة، ويلا اشوفكم في فيديو جديد. سلام. غاب الاسد طلعوا القرود، شدوا الفتيل ضربوا البارود، حتى الضباع قلبوا مسبات، ركبوا المعيز ظهر الفوت، رجع الاسد تاني لغابته.